ما ينفذ الحكم بإذن الله، و ربنا يعوضك خير يا عبد الله في شبابك ان شاء الله، بدعوه الناس كلها. يعني الكل كان بيحبك يا عبد الله. انا النهارده الناس كلها كانت بتقول لي مبروك، في ناس كانت حزينه عليك وفي نفس الوقت فرحانه ان حقك رجع، بس الحمد لله. او هيصبرني شويه ان حقك رجع من واحد زي ده، الحمد لله يا عبد الله. وانا انت بعيد عني بس في قلبي يا عبد الله، مش هنساك ولا عمري هنساك، لان انت حته مني. الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك يا عبد الله، ويوسع عليك قبرك. وزمايلك معايا هم ما سابونيش، مش هيسيبونا، عارفه هم مش هيسيبونا، هم كلهم يقولوا لي يا ماما. الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك يا عبد الله. اسم عبد الله بيتكرر يا امي، الكل يقول لي يا ام عبد الله يا ام عبد الله، حتى في الشغل بدا يقول لي يا ام عبد الله. الله يرحمك، اسمك هيتنيني لازم طول عمري يا عبد الله، لانك انت حته مني حته من قلبي يا حبيبي. الله يرحمك، سبتني بدري يا عبد الله، بدري 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 خالص. الله يرحمك يا حبيب امك، الله يرحمك، الله يوسع عليك قبرك يا ابني، الله يعوضك خير في شبابك في الجنة ونعيمها يا عبد الله. انا جيت لك عشان اقول لك الحمد لله، الحمد لله حقك ما راحش. اللي بهدلك مستني بيموت كل لحظة، مستني قضاه، لان العدل، العدل ربنا العادل، وهو العادل وحكم لك بالعدل يا عبد الله. ويمكن حكم لك من قبل ما يحكم عليه، وقضي كان عدل يا عبد الله. الحمد لله، الحمد لله يا حبيبي، الحمد لله يا حبيب امك، ربنا يوسع على قبرك يا حبيبي، في الجنة ونعيمها يا نور عيني، في الجنة ونعيمها يا عبد الله. الله يرحمك يا ابني، انت بس ما كنت سايبني مش هتسيبني يا عبد الله، انت سايبني في احلامي ولا سايبني، ما كنت سايبني على الدنيا، وانت سايبني برضه في احلامي على طول، ودايما شايفك حلو يا حبيبي، واتمنى ان انت تكون كده، تكون حلو في اخرتك. انا بتمنى من ربنا بدعوات الناس كلها، والناس اللي زعلت عشانك، كل الناس اللي حزنت عشانك، كل اللي كان حزين يوم ما انت رحت مني يا عبد الله، الحمد لله. النهارده بقول الحمد لله، الكل بيقول الحمد لله. ما تعرفش العدد ده والناس دي كلها اتسخرت لك ازاي يا حبيب امك، كان بينك وبين ربنا ايه عشان يسخر لك كل الناس دي كلها يا حبيبي، وكل الشباب ده كله صغار وكبير حزن عليك يا عبد الله. بس الحمد لله، الحمد لله حبيبي، حقك هيرجع بالقصص ان شاء الله، وما ينفذ الحكم الحمد لله. اللي بهدلك هيتبهدل يا عبد الله، اللي حاولت معاه خلاص لما فر، انت ما خدتش معاه وقت، بس هو مستني اخرته، مستني عضاه، بيتعذب كل يوم ان شاء الله، وهتتقابل معاه في الاخر يا عبد الله. انا عارف انت مش هتسامحه، وكل اللي زعل عشانك مش هيسامحه، كلهم وكل اللي حبوك مش هيسامحوا، وكل اللي عرفوك وكل الدنيا بحالها مش هيسامحك يا عبد الله، واللي عرف قصتك واللي عرفك بس بالكلام بالصوره مش هيسامحوا يا عبد الله. الله يرحمك يا حبيب امك، انت سامعني يا عبد الله، انت سامعني يا حبيبي، انت سامعني دلوقتي يا عبد الله، كان نفسي ترد علي يا حبيبي. الحمد لله، الحمد لله يا حبيب امك. وهاجي يوم يعدموه هاجي واقول لك، هاجي اقول لك نفسه حكم الاعدام خلاص، وهيجي لك وما تسامحوش. وصيه من امك ما تسامحوش يا عبد الله، وصيه من اللي حرق قلبه ما تسامحوش، وصيه من الناس كلها، الناس كلها بتقول ربنا ينتقم منه وهينتقم منه، الناس كلها بتقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيه، كله اللي يعرفك مش ما يعرفكش، حبايبك وقرايبك والدنيا بحالها بتقول الحمد لله، وانا بقول لك الحمد لله يا عبد الله، الحمد لله يا حبيبي. وحشتني، وحشتني، قطعت في الكل يا عبد الله، كان نفسي، كان نفسي ان انا افرح بك يا عبد الله، افرح كده ان انت كنت حابب الدنيا يا عبد الله، انت ما كنتش كاره الدنيا.
بس جه من حرمك منها، حرمك من كل حاجة حلوة، وحرمني منك وحرمنا من كل حاجة حلوة يا حبيبي. الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك يا ضنايا، الله يرحمك يا نور عيني في الجنة ونعيمها يا عبد الله، في الجنة ونعيمها نور عيني. معلش أنا تقلت عليك يا عبد الله، بفضل معاك. أنت كنت دايما بتحب تقعد تتكلم معايا يا عبد الله، كنت دايما على طول تقعد تتكلم معايا، كنت قريب مني، كنت تقعد تحكي لي زمالك، حكوا لي على حاجات ما كنتش اعرفها عنك يا عبد الله من حنيتك. زمالك قالوا على حاجات، حاجات كانت حلوه حلوه فيك، حاجات انا نفسي يعني استغربت لي حاجات حلوه فيك يا عبد الله، وكنت وكان جزء منها باين قدامي، بس الحلو كله من بعد ما رحت مني يا عبد الله. وحكوا لي وحكوا لي على المواقف كلها الحلوه اللي انت عملتها، وقعدوا حكوا لي على كل حاجه يا عبد الله. الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك، ويجعل كده اخرتك حلوه في الجنه ونعمها زي ما كانت سيرتك حلوه في الدنيا، يجعلك حلو في اخرتك يا حبيبي زي ما كنت حلو في دنيتك ومحبوب في دنيتك، يجعلك محبوب من الله كده في اخرتك. الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك يا مرعين، الله يرحمك يا عبد الله. وهاجي لك تاني يا عبد الله، هاجي لك يا حبيبي، هاجي لك تاني. مش انا كل يوم هبقى عندك يا عبد الله، انا كنت مستنيه بس اما اسمع الحكم بس. بس الحمد لله ربنا ريح قلبي شويه، انت وحتوحشني وحته منه راحت مني، بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا عبد الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يرحمك يا عبد الله. الحمد لله حقك رجع لك، الله يرحمك يا عبد الله، وعشتني يا ابني، وعشتني يا نور عيني، سخن خلاص، وعشتني يا عبد الله، بس حقك رجعت مني. انت كنت بتحب تتكلم معايا يا عبد الله، دلوقتي عايز اتكلم معاك مش عارفه يا ابني. يا ام رجع الحمد لله، كنت مش عارفه هيتقتل دلوقتي، مش عارفه اتكلم معاك يا عبد الله، كنت عايز تحكي لي على الحلوه الصغيره والكبيره يا عبد الله، بس عشان دماغك هيتقتل، مش في الوقت كان ضايق يا عبد الله، دلوقتي خلاص خلاص يا ابني، خلاص يا نور عيني، وربنا هينتقم منه وهو من غصب عنه، زي ما موته من غصب عنه هو. خلاص يا نور عيني، خلاص يا حبيبي، خلاص خلاص يا حبيبي، خلاص كفايه دخلت على الكليه خلاص. وحشتني يا ابني يا ضنايا، خلاص خلاص، لو اعرف اللحظه دي هتيجي ما كنتش باركتك العصا يا عبد الله، كنت خدتك حب خبيتك في عيني من جوا في قلبي من جوا، بس ما اعرفش يا عيني هو خد جزاته، ان هيجي الوقت ده يا ابني، خد جزاته ده، هو خدها عشان عبره لكل واحد يعمل في واحد كده. اه يا عبد الله، عبره لكل واحد يعمل. الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك يا حبيبي، الله يرحمك. ها عبد الله رجع يا ولاد، الله يعني كلام اللي حضرتك. ها عبد الله رجع يا ولاد، صعب علينا قوي اخواته كلهم بيقولوا اخونا، كل ده بيقول ده اخونا، ربنا يرحمه حقه رجع، كلهم بيقولوا لي يا ماما من هو عبد الله متوفى، وكل يقول لي يا عبد الله يفكرنا، ويقول لي اسمك اسمك ما فرقناش يا عبد الله. جبتوا اصحاب لحاجه ولا لسه فين؟ ده اصحابه كتير. اه يعني دي جزء بسيط من صحابه. اه جزء بسيط من صحابه، واللي اللي يعرفوه من صحابه. عبد الله كان محبوب بين الدنيا والحال، هو بالسيره حتى لو ما قابلش ناس هو محبوب بسيرته، هتفضل سيرته العطره بسيرته، هيفضل دايما مش هيروح. شوف يا حاجه، فات 9 شهور واصحابه متمسكين بعبد الله، و قالوا ده اخونا طول العمر مش هتسيبوه. يعني وكلهم بيقولوا لي اللي يقولوا اللي انت عاوزاه، اللي كل اللي يقول لي انا ابنك، ناقص اي حاجه في اي وقت، انا ابني انا ابنك انا في، كل بيقول لي يا ماما يا ماما فراغ برضه حاجة يا ماما يا الحمد لله الحمد لله. محكمة جنايات كفر الشيخ امبارح قضت بإحالة أوراق المجرم إلى المفتي، كلميني من ساعة ما سمعت الخبر امبارح. يعني أنا ما كنتش مصدقة إن هي تحكم من أول جلسة، بس كنت واثقة في قدر ربنا، كنت واثقة في حد ربنا، كنت دايما أبص فوق يا رب. أنا كنت قاعدة قدام المحكمة وشايفة كلمة وصالة العدل، بقيت أقول إيه هو هيبقى في عدل ان شاء الله. طبعا طبعا. بقيت اقول يا عبد الله ملهاش اللي يحشه من ايدين وعايز ايديه، قال لي انت يا رب هتجيله حقه.
وربنا استجاب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فضلنا عند ربنا. اقرب صاحب لعبد الله مين يا عبد الله؟ محمود. فين محمود؟ اهو. محمود ده ده اخوه يعتبر، هو متربي معاك مش بيسيبه هو. ازيك يا محمود؟ خلاص سيبيه يا حاج وقعد جنبك. تعالى يا محمود. انت اخو الغالي يا محمود. ده اكتر واحد كنت قريب منه. عبد الله محمود اقرب واحد. كلها هندسه. كلها كليه هندسه. اخر واحد هندسه محمود. محمود برضه كنت اخر واحد معاه قبل ما كنت اخر اخر حاجه معاه. اخر حاجه ما بينكم كانت ايه؟ يعني والله احنا وقفنا قريب من هنا. كنا قريب نضطرب مثلا بره في الشارع، فقلت له انا هروح انا وهو انت نفس الحكايه. هو قال لي انا هروح، فقال لي مش هشوفك تاني. قلت له ليه مش هتشوفني تاني يعني؟ اخر كلمه. اه والله قال لي مش هشوفك تاني. قلت له لا هتشوفني تاني ازاي؟ قلت له هرن عليك اصلا كمان شويه كده هننزل. قال لي تمام ماشي. ففعلا لما نزلت بعد كده قعدت ارن عليه العصر ما ردش عليا. فقلت ممكن هو العادي بتاعه لو ما ردش ولا مشغول في حاجه وهيكلمني بعديها، فما رنش عليا بعديها خلاص. وانا قعدت ارن عليه ما بيردش عليا. صاحبك كان صاحب صاحبه محمود وكان جدع. والله ما كانش، كان كل اللي يعرفه بيحبه وكان كله بيبقى قريب من بقى. لما حد كان بيطلب منه حاجه ما كانش بيتاخر عليه. لما عرفت بالخبر بقى، لما وانا عبد الله اتغيب يوم 14 يوم الجمعه 14 بالليل. طبعا كلكم قعدتوا تدوروا عليه من يوم الجمعه لحد يوم هو اتصلت بمحمود. اتصلت عليه اول حاجه. اول اتصال اتفاجئت المحمود الساعه 4 الفجر. قلت له يا محمود عبد الله ما جاش، ما شفتهوش، نزل يدور اخر بقى يلف. لان هو كان على طول قريب ليه، كان دايما يجي عندنا يقعد معاه. وكنت بقى من هو يمشي مع محمود، لان محمود محترم ومتربي. عبد الله كان ماشي مع زمايله كلهم محترمين كلهم. عبد الله ما عرفش حد كده ولا كده. الحمد لله. اصحابه مهندسين يا ام عبد الله يعني؟ كليه هندسه. كليه هندسه. يعني ناس محترمه كلها. يقول لك عبد الله كان نفسه يبقى، كان نفسه يخش حاسبات، حاسبات المعلومات. كان نفسه يبقى مبرمج. كل اصحابه كليه هندسه باين عليهم. ولما دولت هندسه. طلبت هندسه. ومن الناس المحترمين قبل التفوق متربين. انت شايف باين. باين عليهم كلهم يعني اخلاق وتربيه واحترام. احنا ما بنعرفش اي حد كده ولا كده. الحمد لله. الحمد لله. احنا بنبعد عن اي حد مش كويس. احنا بنحب نقرب للناس الكويسه، بنحبهم نتعرف بالناس الكويسه المحترمه. ما هو الكويس مش عارف الا الكويس. بندور على المحترم، ما بندورش على اي حد في اي مكان. عبد الله كان دايما ندور على المحترم يمشي معاه. دايما سيرته بين الناس المحترمه، الناس التانية لا. الحمد لله الحمد لله. قول لي كنت مع عبد الله اخر حاجة، ولما عبد الله حصل اللي حصل ده عملت ايه ولا كنت فين؟ هو انا ساعتها انا قعدت من يومها، من يوم ما اختفى كنت ما يعتبر ما روحتش البيت اصلا. كنت صاحي حتى اما روحت اسم اول، قعدت من الساعه 12 لغايه 6 الصبح. طب ابوك يعني كان صاحب كنت انا وواحد كمان معايا اسمه احمد حسن. من بعدها رحت بقى عند البيت، فلما جالي الخبر صراحه مش فاكر ساعتها، ما كنتش واعي، ما اعرفش اللي حصل. هم ممكن يكون زمايلي هم اللي بيحكوا لي اللي حصل، فالزمايل هم اللي كانوا بيحكوا لي. قلت ايه بقى ساعتها بقى انت يعني في نفسك كده؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي ممكن كان يحصل لعبد الله؟ هو انا بصراحه ما كنتش حاطط فكره في دماغي اللي يحصل حاجه. حتى اللي كان بيقول لي كده كنت انا اتخانقت زعقت مع واحد زميلي يومها، عشان قبلها بيوم اللي هو قال لي اللي عبد الله حصل له حاجه، اللي هو بيقول لي حاسس حصل له حاجه. فانا كنت اي حد بيقول كده كنت فعلا بتخانق معاه، لا ازعق معاه، لا بقول له ما حصلش حاجه. انا رافض الفكره تماما اصلا، ما مش متوقع اصلا. شوري لعبد الله النهارده في قبره. والله وحشتني والله. مش بالك ساعه شهور وان انت. والله وحشتني، واعتبر من يومها مش عايز عايش ميت. صاحبك وحش. والله وحشني. انا باجي هنا على طول كل اسبوع مره، باجي كل اسبوع كنت باجي على طول، بس يعني من الامتحانات وكده فبضطر اجي مره في الاسبوع. بضطر اقعد هنا كل جمعه معاه. كل جمعه بتجيلنا. انا ومحمد واكرم. تفتكر ذكرياتك بينا على طول والله. يعني كل اصلا يعني معايا اللي هي شتات لينا لسه كنا بنتكلم على طول كده، اعتبر بقراها كل يوم. مش ذكرى
كنت متوقع ان القاتل هياخد اعدام تحويل اوراق له. هو انا كنت متوقع بس بصراحه ما كنتش متوقع بالسرعه ديت، لان لكل شهر كان بيعدي كان واحد زي بصراحه كان بيقاس اللي هو بيقول التطويل مش عارف ليه الموضوع مطول يعني. فكان بيبقى كنت عايز حقه يرجع باسرع وقت. كل ما الموضوع بيطول اللي بتفتكروا بتقولوا لا ده في حاجه. ايوه كنا بنفتكر في حاجه. والله امبارح كنت مبسوط قوي بالخبر بطريقه مش اللي كان قريب مني بيقول لي انت فرحان بفرحه هستيريه، فرحان جامد كده اول مره احس. انا اول ما سمعت والله اول مره احس انك فرحان كده. انا كنت ما كنت فتره 9 شهور فاتت ما كنتش بعمل فيهم اي حاجه ولا بخرج ولا بعمل اي حاجه، انا قاعد مقضي العيد كله في البيت. كل اللي كان بيكلمني يقول لهم مش نازل، حد عايزني افرح مش جاي كده. كنت ماشي مع المبدا ده. تقول لعبد الله النهارده اقول له وحشتني يا صاحبي وهرجع لك زمان. انا جيت قلت لك اول مره هنا مش هسكت غير محقق ارجع لك وهاجي لك وهحقق رجاعك واقول لك كده. قلت له كده. ربنا يرحمه. الله.